ردود الناس ونرجع ليكم مرة تانية. ايه الدعوة اللي والدتك بتدعيها لك؟ دايما تقولي ربنا يعني يكفيكي شر طريقك وربنا يوقف لك ولاد الحلال، دي احلى دعوتين. طبعا والدتي قالت لي دعوة من زمان واتحققت، قالت لي ربنا يرزقك بعريس عادم اهله وناسه وحصل. ربنا يخليك ليا، يعني هي بتدعي لي بتقولي كده، ربنا يخليك ويعني يصلح لك ايامك والحاجات دي. ربنا يفرحك، ربنا يساعدك، ربنا يحبب الناس فيكي ويتنولي كل حاجة انت نفسك فيها. هي كل الدعوات، هي ميكس دعوات كتير يعني. دايما يعني تدعي لي تقول لي ربنا يوفقك، ربنا يديك نعمة في عين الناس اللي مرؤوسين عليك او الناس اللي شغالين معاك يعني. فدي حاجة دعوة كانت جميلة يعني، انا بحب اسمع منها يعني. ربنا يفتحها في وشك وربنا يبعد عنك ولاد الحرام، ربنا يبعد عنك اي سوء، وربنا يخليك ليا. هي دايما بتدعي لنا ربنا يوسع لك في رزقك ويبارك لك في اولادك ويبارك لك في زوجتك، دي الدعوات الجميله دايما بنسمعها والحمد لله ربنا بيبارك في دعوتها يعني. هي دايما بتدعي لي ان انا ما بقتش ناس وحشه، يعني اكتر حاجه دايما تقول لي يعني ربنا يوقف لك ولاد الحلال، دي اهم حاجه بالنسبه لها بجد. بابايا ومامتي عامه هما بالنسبه لي كل حاجه، انا عارفه ان انا كل حاجه بتحصل لي حلوه بسبب الدعوات اللي هما بيدعوا لي وسبب الخير اللي هما بيعملوه. روحي ربنا معاك يا بنتي اكتر حاجه هي بتقولها لي يعني، وساعات بتقول لي يعني لما بتكون متضايقه مني اشوف فيك يومي يا حبيبتي. ربنا يوفقك وتجيبي تاخدي شهاده كويسه ويتحقق اللي انت نفسك فيه. ربنا يبعد عنك كل شر، دي اكتر دعوه هي بتدعي لي واحنا نازلين الصبح دايما، انه ربنا يبعد عنك اي شر ويوقف لك دايما ولاد الحلال. بتقول لي روح ربنا يسترها عليك ويوقفك يوقف لك ولاد الحلال. ربنا يسترها معاك وربنا يوفقك وربنا يحبب فيك خلقه. ان ربنا يوفقني في طريقي يعني او في حياتي او كده. طبعا بتمنى لي الخير يعني الحمد لله. الله يرحمه. رئيس